ليه بنسأل المهندس محلب ليه سمحت بتعطيل العمل لأمناء الشرطة وكانوا مسلحين وخرجتوا تقولوا الناس دي ما كانتش عاملة وقفات ضد القانون؟ انتوا بتعاملوا العاملين في الدولة بمكيالين؟ عملتوا النهاردة وقفة احتجاجية ومفيش حاجة حصلت يعني، ما يعني محدش قال لكم حاجة؟ لا 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 ده بالعكس، ده الامن كان هيقبض علينا عند مبنى الضرائب العامة في شفين حجازي. الامن جري ورا الناس لجاي الساعة قهوة في شارع بعد حسين حجازي بشارعين، قهوة اسمها مونديال، وراح قفلها. في تعليمات من وزير المالية باضطهاد كل العاملين والنشطاء في المصلحة. احنا بنطالب قانون عادل يطبق على العاملين في الدولة، حتى لو القانون ده برفضنا ليه بكل العيوب اللي هتذبح الموظف، عندنا استعداد نقبله في حالة واحدة بس، لو اتطبق من العامل لرئيس الجمهورية. طيب لكن قانون يقسم العاملين احنا ضده. يا أستاذة